احنا بلشنا حكينا انه المومنتم الابتدائي زائد الامبلس وليس الامبلسيف فورس. الامبلسيف فورس اللي هي اف اف اكس اللي هي الفورس هاي اف، هذا كلياته التكامل مع سيجما مع كل هاي الحفله، هذا التيرم اسمه امبلس يساوي المومنتم النهائي. هذا القانون اسمه برينسيبل اوف امبلس اند مومنتم. هذا الموضوع اللي حكينا فيه المحاضرة قبل الماضية أو آخر موضوع حكينا فيه، حلينا عليه المسألة 15-1 وحلينا 15-2، وهاي الرسمة جتكم في الامتحان. لكن بطلب ثاني بما يتناسب مع الامتحان. الآن نشوف اكزامبل 5-3 نطبق عليه نفس الموضوع عشان نربط الأمور مع بعض، بعدين نرجع نكمل. نشوف الاكزامبل بيقول ان بلوك A and بلوك B shown in the figure mass 3 كيلوغرام and 5 كيلوغرام، واحد وزنه 3 كيلوغرام والثاني وزنه 5 كيلوغرام بالترتيب. if the system is released from rest، صرنا حافظينها كثير هاي release from rest، يعني اطلق من السكون. determine the velocity of block B in 6 meters، كيف نطلع سرعة B بعد 6 ثواني؟ هل هذا بنقدر نحله على chapter 12 أو نعم أو chapter 13؟ نعم، بحيث أن نوجد tension زي الامتحان، زي الامتحان بالضبط. جبنا block 2 blocks، طلعنا tension وطلعنا منه acceleration. من acceleration بعد ما تطلع بتروح عندك، بصير عندك الزمن معروف، السرعة الابتدائية معروفة، وعندك V تساوي V نوت زائد AT بتطلع السرعة وخلاص. هذا بنحل على شابتر 13. نعم. طيب بدنا نستفيد نحله على موضوعنا بحيث ان نطبق عليه the principle of impulse and momentum ونتأكد انه نفس الجواب وعمله انت. اذا ان المومنتم الابتدائي زائد الامبلسيف فورس او الامبلس مجموع الامبلس يساوي المومنتم النهائي. طيب عشان نعمل هاي الحركة بدنا نروح نعمل free body diagram لكل جسم ونشوف القوة على كل واحد منهم. هاي free body diagram، لاحظ انه الجسم A الوزن للأسفل عنده 2T، هاي هذا الجسم A الأسفل، هذا التنشن اللي عند الحبل هذا يساوي التنشن B زائد التنشن B، 2 tensions، وهذا A. إذن عندي TA تساوي 2TB، وبالتالي لو نعمل free body diagram عندي الوزن للأسفل وعندي 2 tension للأعلى، هذا بالنسبة لA. بالنسبة لB نفس الشيء، عندي 5 كيلوغرام في 9.8 بالعشرة وعندي التنشن اللي في الحبل اللي هو تنشن B، نفس الشيء. هاي عندي الفري باي دياجرام، نطبق عليهم كل واحد القوة الموجودة أو المومنتم and principle أو and impulse principle. المومنتم الابتدائي لـ A زائد مجموع القوى يساوي المومنتم النهائي. المومنتم الابتدائي لـ A أو لـ B نفس الشيء، كان قال لك start from rest إلى زيرو، ناقص أخذ الاتجاه الأعلى سالب والأسفل موجب، هاي الأعلى أخذه سالب والأسفل موجب، زائد 2 تي بي ضرب 6 سكند. إذا الأعلى سالب ناقص 2 تي بي في 6 زائد 3.9 في 6 يساوي 3 كيلو جرام في في اي. هاي كم المجهول فيها هاي المعادلة اللي تطلع عليها؟ طلع عليها فيها مجهول تي بي وفيها مجهول في اي 2، معادلة مجهولين ما تنحلش. طيب بنروح على الجسم اي او الجسم بي، عملنا له فري باي دياجرام ايضا، بيطلع منه صفر اللي هو المومنتم الابتدائي زائد القوة الموجودة اللي هي عندنا الوزن للأسفل واخذوا موجب والتنشن للأعلى اخذوا سالب زي ما احنا شايفين، يساوي المومنتم النهائي. اذا بتطلع المعادله رقم 2 فيها مجهول
VB وعندك مجهول T. إذا صار عندي ثلاث مجاهيل VA2 وVB2 والتنشن TB، وعندي معادلتين فقط، عندي فقط معادلتين. منين أجيب المعادلة الثالثة عشان أحلها؟ من الـ dependent equation اللي هي بتقول SB زائد SA زائد SA تساوي constant، وبالتالي 2 VA تساوي VB وتساوي 2 VA تساوي ناقص VB أو العكس. هذا صار عندي المعادلة الثالثة. By solving 2, 3 these equations بطلع معانا قيمة VB2 35.8 والتنشن 19.2. الآن نقدر نحله هذا نفس السؤال، وبقدر أجيبه نفسه، بجيب لك إياه as a quiz، لأن بإمكاني أجيب لك إياه بالامتحان. يعني هذا لو جبت لك إياه في الامتحان تحله، مش والله هذا من 15 ما لناش دخل فيه، نقدر نحله على chapter 13. طلع الأكسلريشن، بعد ما طلع الأكسلريشن بنروح بنقول في، يعني بنشتغل على الكينيتيك، وبعدين بنروح على chapter 12 نشتغل كينيماتكس. The same، ما عندي أي مشكلة. الآن إذا في حدا شباب له أي استفسار أي سؤال عن الموضوع يسأل. طيب إذا ملاحظين الـ principle of momentum and impulse تطبق على جسم واحد مش على system. يعني لو بدنا نطبق على system different story. الآن بدنا نشوف كيف نتعامل مع system أجسام متصادمة مع بعض أو أجسام ترتطم ببعضها البعض، ونشوف كيف المومنتم والإمبلس هل هو محفوظ أو مش محفوظ. لذلك موضوعنا اليوم اللي هو The principle of linear impulse and momentum and conservation of linear momentum for a system of a particles. يعني في عندي مجموعة أجسام تتحرك حركة معينة، تصطدم في بعض اصطدامات، المومنتم محفوظة. إيش يعني المومنتم؟ نرجع نذكر المومنتم هي الماس بالفلاسيتي، هاي مومنتم. طب شو الإمبلس؟ هي القوة، هي القوة التي تؤثر على جسم في فترة محددة. إذا ما حكينا الإمبلس محفوظ، حكينا المومنتم محفوظ. إذا conservation of linear momentum. طيب هل الـ conservation of linear momentum زي أو قانون حفظ الزخم له نفس شروط قانون حفظ الطاقة؟ يعني لما جينا حكينا عن قانون حفظ الطاقة قلنا لا، الطاقة محفوظة بشروط. شو الشرط؟ ما يكون عندي كل القوى محافظة حتى تكون الطاقة محافظة. إذا الطاقة شرط انها تكون محافظه، او الانرجي تكون كونزرفاتيف، يجب انها تكون كل الفورسز كونزرفاتيف، بمعنى ما يكونش عندي فريكشن. وشو الكونزرفاتيف فورس؟ اللي هي القوه التي لا تتاثر بالمسار، تمشي وانا بدون ما تتاثر بالمسار، ما لها علاقه بالمسار. اما القوه اللي تتاثر بالمسار اللي هي الفريكشن، وهي سميناها dependent on the path. لذلك عندي الـ conservation of momentum، هل هي نفس الشروط للإنرجي؟ الجواب لا، بمعنى دائما وأبدا عندي قانون حفظ الزخم، في أي جسمين بيصطدموا مع بعض الزخم محفوظ دائما وأبدا، في friction في الشفريكشن في ضياع ما لي علاقة فيه، أنا دائما وأبدا عندي الزخم محفوظ. بعد أي تصادم جسمين اصطدموا مع بعض الزخم يبقى محفوظا. طيب الزخم كان محفوظ، هل بالضرورة الانرجي محفوظة؟ الجواب لا، ليس بالضرورة أن يكون الزخم إذا كان محفوظ أن يكون قانون حفظ الطاقة محفوظ أو الطاقة تكون محفوظة. لا، قد تكون الطاقة غير محفوظة والزخم محفوظ. إذا دائما وأبدا الزخم محفوظ، أما الطاقة ليس بالضرورة تكون محفوظة إلا إذا حكالك قال لك ما في عندي فريكشن، أو حكالك إنه كل القوى عبارة عن قوى محافظة.
أرجو أن الكلام يكون واضح شباب، كلام واضح ومهم. طيب من التطبيقات أو من الكوزز خلينا نسميها the internal impulse acting on the particles is always zero. راح نشوف ليش زيرو. إذا جسمين بيصطدموا مع بعض، الجسم الأول بيعطي impulse للجسم الثاني والجسم الثاني بيعطي impulse للجسم الأول. كيف؟ يعني لو فرضنا أنه أنت ضربت بوكس في الجدار، تشعر بالألم في إيدك، هذا الألم هي القوة اللي أجت من الجدار على إيدك، وبالمقابل إيدك أعطت قوة للجدار، هاي القوة هي الإمبلس، هاي القوة اللي هي الإمبلس. لكن هاي القوة اللي أنت أعطيتها من إيدك للجدار نفس القوة اللي أعطاك إياها الجدار لإيدك، وبالتالي ولكنها متعاكسة. إذا الإمبلس ما بين التصادمات للجسمين مع بعض إيكوال زيرو، مجموع الإمبلس للجسمين زيرو. طب لجسم واحد لحاله؟ لا، كل واحد لحاله بصير، لما نتعامل مع كل واحد لحاله زي كيف لما بنقول حبل تنشن، قصينا الحبل بصير فيه تنشن، خلينا الحبل زي ما هو لا التنشن ما بظهر، فبالتالي بصير اسمه internal impulse acting on the system. ولما بدنا نطبق بنطبق the principle of momentum and impulse، نقول والله هذا الامبلس زائد المومنتم الاولاني يساوي المومنتم النهائي. هذا اذا بتعامل مع جسم واحد. طب اذا بتعامل مع الجسمين، لا بقول المومنتم الابتدائي للجسم الاول زائد المومنتم الابتدائي للجسم الثاني يساوي المومنتم النهائي للجسم الاولاني زائد المومنتم النهائي للجسم الثاني. مومنتم كونزرفيشن ما لها علاقه بالامبلس بصير. واللي هاي المعادلة اللي حكيناها عبارة عن حاصل جمع الـ principle of momentum and impulse، لأنه الإمبلس واحدة بيكون فيها موجب والثاني سالب، بس تجمعهن بلغن بعض، وبالتالي عندنا المومنتم محفوظ دائما. إذا the internal impulse acting on the system of a particle is always sum to zero، مجموعهم صفر. بيجي في الامتحانات اشياء زي هيك، بيجي وجربته وشفته، ولا تحفظوا لي يعني، حفظ افهم وفهم، بكره بغير لك بكتب لك external impulse ببطل الجواب نفسه. انت بتحفظ؟ في ناس انا جبت في الامتحان اشي زي هيك، اسئله سخيفه قضيناها، نقول يا ناس الاكسلريشن تانجنشال ناتج عن التغير في قيمه السرعه، جبت لكم اياه في الامتحان ولا واحد جاوب، او عدد قليل اللي مجاوب. الاي نورمال ناتج عن التغير في الاتجاه، ما بعرف ليش مش مجاوبين. اذا ما عدتهن، هاي التسجيلات موجوده، اذا ما عدت هاي الجمله 80 مره ما عدتها، ما بتسمعوا او بتكونوا مشغلين الجهاز ونايمين زي هسه، ناس متبطح ونايم. يا أخي هذا علم، بدك تقوم وتسمع، وانتو حرين يعني. هاي العلامات، العلامات أعطت indication، أعطت انطباع. انتو يعني متعودين على الأسئلة السابقة وتحلوها وتجيبوا نفس الأسئلة، نجيب لك إياها. بالمناسبة كل الأسئلة اللي أجت نفس أسئلة السنوات السابقة، لكن غيرت الرسمات بس، والرسمة بس نفس الرسمة بس غيرتها، نفس الفكرة، ولا غيرت شيء، نفس الفكرة، ما غيرت شيء، بس انتم متعودين حافظين حفظ. ما بتحفظ حفظ يا اخي، افهم كونسبت. ما احنا قاعدين بنقول وبنعيد وبنشرح وبنزيد في الكلام وبنسال، بنقول يا شباب مين له سؤال يسال، بنوذن وذان، اللي له سؤال يسال، ما حد بيسال. هاي انا قاعد بحكي معك وكان بحكي مع الشاشه، لا في ريسبونس، لا في تفاعل، لا في اهتمام. بكرة الفاينل نفس الشيء. بالمناسبة مين ما قدم امتحان؟ مين منكم ما قدم امتحان؟ أنا دكتور. دكتور أنا طلعني أول 6 دقائق. أوكي، قدمت كتبت للشؤون الطلبة؟ على طول قدمت، يعني خلال وقت امتحان قدمت على طول.
طب ليش طلعك خلال اول خمس دقائق؟ والله ما ادري هيك فجأة وانا قاعد احل. انت بتقدم من الاردن ولا من برا الاردن؟ انت بتقدم من الاردن ولا برا الاردن؟ لا من الاردن. من هون بتقدم؟ ايش بتقدم؟ من عمان يعني؟ يا دكتور والله غريب. طيب خير ان شاء الله. انت تعرف ليش طلعني من امتحان؟ عشاني مزبط. تعرف لو اني ماني قاري والوضع سيء. لا يا زلمه انا شفت علامتك مش مزبطه، نجاوبها مش صح. الله يبشرك بالخير. مش مشكله. طيب if the impulse momentum analysis is considered during the very short time in interaction as shown in the picture. في عنا هذا المضرب. طبعا بالمناسبه ما شفتش علامتك، انا بمزح معك بقول لك ما انتبهتش لعلامتك. سوري يعني ما انتبهت لعلامتك قديش انت جاي. شايف هذا المضرب بضرب في هذه الكره، فالامبلس هي القوه اللي ما بين المضرب والامبلس والكره. هسه بسالك هل الوزن له علاقه بالموضوع؟ بقول له نو. الوزن it is non impulsive force. فبسأل the impulse momentum analysis considered the very short time interaction shown as shown in the picture weight is an. هل الويت هل الوزن impulsive force؟ لا، الوزن للأسفل. الimpulsive force جاية بشكل horizontal، وبالتالي الوزن في هذه الكرة it is not impulsive force. مؤثرة ما لها علاقة، تأثيرها ما له علاقة. التأثير وين جاي؟ جاي على الهوريزنتال فورس. تطبيقات على المومنتم والهوريزنتال كثير، زي هاي الهمر ولا شفناها كثير. الآن حط لك يا بخط أزرق، هاي نفس الكويز. الانترنال امبلسز سم تو زيرو. لما بيكون في عندك سيستم وعندك قوة بتصطدم مع بعض، كل جسم بيصطدم بالثاني بيعطي قوة، الجسم الثاني اللي اصطدم فيه بيعطي نفس القوة. هذول اسمهم internal forces، مجموعهن زيرو ومجموع الامبلس تبعهن كمان زيرو زي ما احنا شايفين. الآن الجسم الأولاني بتطبق عليه هاي القاعدة M1 كذا كذا إلى آخره، اللي هي اللي بتصير لما بتأخذه كجسم لحاله وبتطبق عليها البرنسيبل اوف هوم، بصير اسمها اكسترنال فورس. لما بتتعامل مع الجسمين مع بعض بصير اسمها القوه هاي انترنال فورسز. يعني زي ما حكينا لما انت تضرب الجدار بايدك وبتتاخذ الايدك لحالها فري باي دياجرام، هاي القوه تعامل از اكسترنال امبلس. طيب لما بتاخذ الجدار مع ايدك مع بعض بتصير اسمها internal، لأنها هاي عكس الثانية، بتصير اسمها internal force. إذن هاي internal impulse لما بتعامل مع system. لما بتتعامل مع قطعة لحالها أو مع واحد من الأجزاء بتصير اسمها external. بتطبق عليها the principle of impulse and momentum اللي شرحنا، momentum الابتدائي زائد internal impulse أو external impulse يساوي momentum النهائي. لكن لو طبقت هاي المعادلة على الجسمين مع بعض وجمعت بطلع معك اللي هي المعادلة، اللي هي مجموع المومنتم كل الأجسام مع بعض الابتدائي يساوي مجموع المومنتم لكل الأجسام مع بعض النهائي. وبالتالي السيستم عندك الاكسترنال امبلس لكل سيستم، هاي مو كل واحدة اكسترنال امبلس اسمها، لما بتجمعهم بصير زيرو. لما بتجمعهم بصير زيرو، وبالتالي هذه بصير M1V1 للجسم الأولاني الابتدائي زائد M2V2 الابتدائي يساوي M1V2 النهائي أو V1 النهائي، وهل مجرة. إذن المومنتم الابتدائي يساوي المومنتم النهائي لأي جسمين بيصطدموا مع بعض. نتعامل مع سيستم، الآن هذا بنحكي عن سيستم، وهذه المعادلة اسمها conservation of linear momentum. conservation of linear momentum. طب بدنا نطلع الفورس الامبلسيف فورس، بناخذ جسم لحاله ايهما اثنين نفس الشيء. اتخذت الجسم A او جسم B، جسم A
عليه امبلس نفس نفس الجسم A عليه نفس الامبلس، لأن هذول الجسمين اصطدموا، A أعطى قوة لB نفس B أعطتها قوة لA. لو جينا على هذا الشاكوش اصطدم في هذا المسمار أو هذا الوتد، الوتد أعطى قوة للشاكوش بنفس الشاكوش اللي أعطى قوة للوتد. فإذا أنت بتأخذ الشاكوش لحاله وتعمل له فري باي دياجرام بتطلع الامبلس فورس، ولو أخذت المسمار وعملت له فري باي دياجرام وعملت كمان طلعت الامبلس فورس بيطلع عن ذا سيم لكن بعكس بعض اتجاه، بحيث انه مجموعهم صفر. شباب واضح اللي انا بحكيه؟ طيب خلينا نطبق على الكلام اللي حكيناه، نشوف عليه كيف تطبيق. اوكي في عندنا بوكس كار، هذا اللون الملون مش عارف لونه بالضبط، وعندنا تانكر آليتين، واحد وزنه 15 طن والثاني وزنه 12 طن. A وزنها 15 طن وB وزنه 12 طن. A ماشي باتجاه اليمين وبسرعة 1.5 متر في الثانية، وB ماشي باتجاه اليسار بسرعة 75 سنتيمتر في الثانية، يعني 0.75 متر في الثانية. هذول مواجهات بعض اصطدموا، بعد ما اصطدموا التحموا مع بعض شكلوا قطعة واحدة. بسألك قديش سرعتهم بعد الاصطدام. الآن هل في عندي قانون حفظ الطاقة شغال؟ لا ما بدري، ما حكالي قانون حفظ الطاقة شغال، بس اللي أنا من دون ما يحكي لي قانون حفظ الزخم شغال. قانون حفظ الزخم شغل كيف؟ طيب نقرأ السؤال. 1.5 ميجا جرام بوكس كار اللي هو هذا بوكس كار A constant velocity اللي هي 1.5 متر per second in horizontal track when encounters بواجهه 12 ميجا جرام tank car B coasting in 0.75 متر per second towards as shown، يعني مواجهات بعض وبدهم يصطدموا. If the car collides، إذا اصطدموا السيارتين أو الآلتين اصطدموا مع بعض and coupled together والتحموا مع بعض شكلوا كتلة واحدة. Determine the speed of both cars just after coupling، بعد ما اصطدموا مع بعض قديش صارت سرعتهم الجديدة. هذا أول طلب. الطلب الثاني لما اصطدموا مع بعض الأول يعني A أعطى B قوة وB أعطى A قوة اسمها impulse. بسألك قديش قيمة هذه الامبلس خلال إذا عرفت أنهم التحموا مع بعض 0.8 second. إذن the average force between them، شو الـ average force between them؟ اللي هي القوة ما بينهم الاثنين لما اصطدموا مع بعض. فلما اصطدموا مع بعض إذا بتلاحظ هاي أعطى A أعطى B قوة F وبي أعطى A قوة F نفس الأف لكن عكسها. هاي اسمها impulsive force، هاي F بس هو ما بده F، هو بده الامبلس. طب شو الامبلس؟ أو بده الF، بده الaverage force، بده الaverage force F. الحل، هل نرجع نذكر هل المومنتم محفوظة؟ نعم محفوظة. طب كيف؟ كالتالي المومنتم الابتدائي للجسم الأولاني زائد المومنتم الابتدائي للجسم الثاني. طب قديش المومنتم الابتدائي للجسم الأولاني؟ الجسم الأولاني كانت سرعته 1.5 وكانت كتلته 15 طن. إذن 15 في 10 قوة 3 أو 15000 كيلوغرام ضرب 1.5 وأخذ الاتجاه الموجب لليمين، لأنها هذه معادلة متجهة. لاحظ conservation of مومنتم معادلة متجهة، أما الconservation of energy معادلة غير متجهة scalar. هذه المومنتم متجهة عبارة عن m في v. إذن الكتلة ضرب سرعته
الجسم الثاني الكتلة ضرب السرعة وماشي بالعكس الاتجاه، إذا أخذ إشارة سالب. يساوي الكتلة الأولانية في السرعة الثانية زائد الكتلة بي في السرعة الثانية، بما أنهم التحموا مع بعض صارت سرعتهم واحدة، وبالتالي سماها V2، واخذ العامل مشترك وقال لك تساوي MA زائد MB اللي طلعت 2700 أو 27000 كيلوغرام ضرب V2. احسب طلعت V2.5 متر في الثانية. إذا لما اصطدموا الجسمين مع بعض A مع B التحموا مع بعض وصارت سرعتهم نص متر في الثانية ولليمين، يعني هذا حضرته كان يمشي 75% لليسار اصطدم فيها صار يرجع لورا، صار جر وجر يرجع لورا بعد الاصطدام. وهذا متوقع ليش؟ لأنه هذا أكبر، وزنه أكبر، كتلته أكبر، وسرعته أعلى، وبالتالي المومنتم تبعته أعلى فغلبته. لو كانوا نفس السرعة ونفس الكتلة بتصير سرعتهم زيرو، المومنتم الأولاني ناقص المومنتم خلص صار زيرو. لو كانوا نفس الكتلة ونفس السرعة بصطدموا مع بعض بوقفوا. طيب اختلفت المومنتم بصير المومنتم أعلى، بيطغى على المومنتم تبعته أقل وبفرض عليه اتجاهه. هذا طلعنا السرعة. هل هذا بنقدر نحله طرقنا الماضية؟ نو، هذا لازم تحله على المومنتم. واحنا الشيء اللي تعلمناه أول حتى نمهد لك للمومنتم. هل انه هذا السؤال من حلقة شابتر 14 وبالحلقة؟ لا، نو نو، لانه الانرجي از نوت كونزرفاتيف. طاقة الحركة الأولانية لا تساوي طاقة الابتدائية للجسمين، لا تساوي طاقة الحركة النهائية للجسمين، وبدك احسبها نص ام في اي تربيع زائد نص ام في تربيع، لا تساوي هذا الكلام نص ام في 1 زائد تربيع، نو ما بتساوي. اذا الطاقة غير محفوظة لكن المومنتم دائما محفوظ، وليس بالضرورة الطاقة تكون محفوظة. الطاقة محفوظة إذا هو حكى لك، إذا هو حكى لك. طيب بدنا الأفريج فورس. الأفريج فورس كالتالي، يعني بنروح بنطبق البرينسيبل أوف إمبلس أند مومنتم على واحد منهم، يا على التانكر أو على السيارة. إحنا بدنا نطلع الفورس أف. طيب نجي بناخذ التانك او السياره هاي او الاليه هاي اللي هي وزنها 15 طن، واخذناها لحالنا سوينا لها فري باي دياجرام، عليها قوه اف هاي، هاي عليها قوه جايتني من الاولاني وهي بتعطي قوه الجسم الاولاني، اذا هاي الفري باي دياجرام اخذت قوه من التانكر. طبقنا عليها البرنسبل اوف مومنتم، المومنتم الابتدائي اللي له 15000 ضرب 1.5 ناقص لانه الاتجاه سالب اف افريج في 0.8 اللي هي قلنا الزمن تبعه 0.8، وقلنا نروح نطلعنا الاف افريج على اعتبار انه كونستانت، لانها لو ما كانت كونستانت ما بقدر انا اعرف الفانكشن تبعها، وبالتالي بتعامل مع الافريج. اذا طلعنا اف افريج في 0.8 يساوي 15000 ضرب نص، مش كلهن مع بعض، فقط بتعامل مع جسم واحد الآن أنا، ضرب نص سرعته النهائية. طلعنا الـ F average 18.8 كيلو نيوتن. الآن مطلوب منك أنت تروح تجيب هاي نفسها من الجسم B، هذا من الجسم A، تعمل للجسم B free body diagram وتطبق عليه of impulse and momentum وطلع الـ F average راح يطلع نفسه. إذن هذا هو اللي سميناه، هسه صار اسمه external force. هسه لما أخذنا عملنا free body diagram لا box car صار اسمه external force، لكن هون لأنهم اصطدموا مع بعض صار اسمهم internal forces، وبالتالي مجموعهم صفر ومجموع الـ impulse تبعهم صفر، لكن هون مجموعهم مو صفر لأنه أخذنا كل واحد لحاله. شباب واضح اللي أنا بحكيه؟ الكل مركز على إنه يقدم الامتحان في الفاينل ونبلش نغش من بعض، ولا واحد مركز يفهم المادة ويجيب علامة في ذراعه بحيث إنه يجيب A بكل شرف.
مين عنده أي استفسار على الإشي اللي حكيته الآن؟ طيب طالما ساكتين ما في اعتراض معناته يا قارين ومستغنين يا بتكونش تفهموا من مرة نايمين ولا واحد سامعني بحكي لحالي قاعد وانتو حرين. نجي على المثال 15-5 نفس الفكرة. 15-5 عندنا عبارة عن مدفع داخله قذيفة، القذيفة بتنطلق من المدفع، بمعنى كان عندي جسم قبل صار عندي جسمين بعد الحدث. السؤال اللي قبل كان عندي جسمين قبل الحدث اصطدموا مع بعض صاروا جسم واحد، هاي الفرق. بفرق معنا في الحل؟ لا بفرقش، لكن بس بفرق انك تكون فاهم المعادلة. اذا المومنتم قبل يساوي المومنتم بعد وفول ستوب. خلينا نقرأ السؤال. 1200 او 1200 باوند كانون، هذا المدفع وزنه 1200 باوند. شلون انت فكر؟ فايرز 8 باوند بروجكتايلز، يطلق منه قذيفة وزنها 8 باوند. With muzzle velocity of 1500 feet per second relative to the ground. يطلع منه هاي القذيفة داخل المزل، هذا الماسورة هاي اسمها مزل، بسموها في العلم العسكري سبطانة، سبطانة المدفع. داخل السبطانة كانت سرعته لغاية 1500 feet بير سكند قبل ما تطلع، يعني لما صارت وقفت عند رأب وفوهة المدفع كان سرعتها 1500 وظلت داخل المدفع تمشي 0.03 سكند، يعني وقت عملية الدفع القوة اللي كان يعطيها المدفع للقذيفة لمدة 3% من الثانية. بسأل determine the velocity of the cannon after firing، بعد القذف قديش سرعة المدفع، مش سرعة القذيفة، سرعة القذيفة 1500. أيضا بسأل عن average impulsive force، نفس السؤال اللي قبل، بسأل قديش القذيفة أعطت المدفع قوة وقديش المدفع أعطى القذيفة قوة. يا بنأخذ القذيفة لحال وبنشتغل عليها، يا بنأخذ المدفع لحال وبنشتغل عليه. كيف نسوي هاي؟ قانون حفظ الزخم دائما محفوظ، دائما محفوظ. الكتلة الكانون أو المدفع في سرعته الابتدائية كانوا اثنين واقفين صفر، كتلة القذيفة ايش بدي اسوي عند الكل؟ شباب الكل صوتي عنده بقطع ولا بس عندي؟ لا والله. طيب اسمعوا بالتسجيل. طيب ان شاء الله، كتلة المدفع في سرعته الابتدائية كان واقف لسه قبل القذف وقبل ما انطلاق القذيفة، كان المدفع والقذيفة مع بعض واقفات. أيضا الكتلة القذيفة في سرعته الابتدائية كان واقف، إذا المومنتم الابتدائي كان زيرو للاثنين، يساوي المومنتم النهائي زي ما جبنا في الامتحان. الكتلة أنا معطيك باوند تقسم 32% كلكم لطوا فيها وحكينا منبهنا. في البريتش يونت بيكون معطيك ويت تقسمه على 32.2 بتتحول لماس. في سرعته اللي معطيك اياها 1500 لل شو اسمه مش معروف للكانون، هو المطلوبه 1200 على 32 زائد، طبعا هاي بتكون الاتجاه سالب اذا اخذنا الاتجاه لليمين موجب لان الكانون بده يرتد للخلف، واذا بدك تخليها موجب خليها بيطلع جوابها سالب، وانت حر خليه يطلع سالب، سالب يعني للخلف، زائد كتلة القذيفة ضرب 1500 بسرعته. هذا الكلام يساوي صفر، مومنتم محفوظة، نعم محفوظة، طلعت الفلوسيتي للكانون 10 فت بير سكند. لاحظ سرعة المدفع 10 فت لكل ثانية، لكن سرعة القذيفة 15 أو 1500 فت في الثانية، لكن المومنتم تبعاتها المتساويات بحيث أنه مجموعهم صفر. ليش؟ كتلة المدفع كبيرة بالمقارنة مع
كتلة القذيفة، وبالتالي كتلة القذيفة بسرعة القذيفة تساوي كتلة المدفع بسرعة المدفع. إذن المومنتم تبعهم متساوي، اجمعوا صار زيرو. ليش جمعنا واحد رايح لليسار وواحد رايح لليمين؟ لأن هذه معادلة متجهة. طيب بدي القوة ما بين القذيفة والمدفع، يعني زي ما احنا راسمين هاي بدنا اف، كيف نجيبها؟ ناخذ يا القذيفة لحال يا المدفع لحال. خلينا ناخذ القذيفة وانت اعمل المدفع وتأكد انه ما اطلع معك نفس الجواب. نطبق عليه البرنسبل اوف امبلس اند مومنتم، مجموع او المومنتم الابتدائي للقذيفة زائد القوة اللي جاية من الامبلس يساوي المجموع او بساوي المومنتم النهائي للقذيفة. مجموع المومنتم الابتدائي صفر هيو، زائد اف افريج ضرب بوينت او ثري. حكى لي هو هيو ماشي هيو، قال لي انه ضلوا القذيفة جوا المدفع لمدة بوينت او ثري سكند، يساوي كتلة القذيفة ضرب سرعتها، تطلع معها 12 في 10 قوة 3 باوند اللي هو 12.4 تقريبا كيلو باوند. هذه كي اي بي كيلو باوند. وفي راحين تشوفوا بعدين كي بي اس اللي هو كيلو باوند باي سكوير انش، هذا ممكن يمر معاكم في السترينث اوف ماتيريال لما تجي تحسب الستريسز. اما هاي كيلو باوند دائما نقول كيلو نيوتن، تختصر بهذا الشكل كي اي بي كيلو باوند. طيب مين له سؤال شباب لغاية الآن؟ مين له أي سؤال؟ ما في أي أسئلة؟ خلينا نشوف سؤال أخير. سؤال أخير عندي سيارتين أظل بيستخدمون في 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 المتنزهات في مدينة الألعاب مثلا في مكانة الألعاب، وهذول سيارات بيسموهن بامبرز كار. بامبرز يعني لهم بلاستيك، طمبونات بلاستيك لما بتصطدم مع بعض بترتد، ما بتسبب ما بتسبب بيرمننت ديفورميشن، يعني ما بصير فيها كراش ولا بتطعج. هاي البامبرز كارز عندك A و B نفس السرعة نفس الكتلة، سوري نفس الكتلة، واحد سرعته 3 متر في الثانية رايح لليمين، واحد سرعته 2 متر في الثانية رايح لليسار، اصطدموا مع بعض. بسأل قديش سرعتهم بعد التصادم، علما انه كل واحد ما التحموا مع بعض انفصل، لكن اعطاك معلومة جديدة، قال لك ما في عندك ضياع في الطاقة. لما قال لك ما في ضياع في الطاقة لاحظ اذا صارت الطاقة محفوظة، نعم محفوظة لانه حكى لك، لو ما حكى لك الطاقة غير محفوظة انا ما بضمنها الا اذا هو حكى لك. خلينا نقرأ السؤال. بامبر كار A and B each have mass 150 kilogram، كل واحدة وزنها 150 كيلوغرام، and coasting with the velocities shown، هاي السرعات عليها وماشيات باتجاه بعض، before freely collides head on، اصطدموا مع بعض face to face. if، لاحظ if، حط لك اياها شرط، ايها if انتبه، حطيت لك عليها شرط. if no energy is lost during collision، شو استفيد من هاي المعلومة؟ انه الطاقة اصبحت محفوظة، الطاقة قبل التصادم تساوي الطاقة بعد التصادم، وحكى لك، لو ما حكى لك ما بضمنها بعرفش. determine their velocities after collision، سرعتهم بعد التصادم. بنطبق ال conservation of momentum، المومنتم الابتدائي لـ A زائد المومنتم الابتدائي لـ B يساوي المومنتم النهائي لـ A زائد المومنتم النهائي لـ B.
طيب 150 بثلاث، هيها 150 بثلاث، وين الاتجاه الموجي؟ لليمين، إذا اليسار سالب، أي 150 في ناقص 2 يساوي 150 في A2 بعرف فاش مجهولة بدي إياها، و 150 في B2 كمان بعرف فاش مجهولة. صار عندي معادلة فيها مجهولين تنحل؟ لا، معادلة مجهولين تنحلش، بدي معادلة ثانية. منين أجيبها؟ من الانرجي كونزرفيشن، حكى لي انه الطاقة صارت محفوظة، there's no energy loss، وبالتالي طاقة الحركة الابتدائية زائد طاقة الوضع الابتدائية تساوي طاقة الحركة النهائية زائد طاقة الوضع النهائية. طاقة الوضع لا عندي زنبركات، وقبل التصادم وبعد التصادم ظلهم the same level، نفس الليفل ما في فرق، وبالتالي V1 تساوي V2 وراحوا مع بعض زيرو. طب شو صار عندي؟ فقط طاقة الحركة الابتدائية تساوي طاقة الحركة النهائية. خلينا نعوض، نص MVA1 تربيع زائد نص MBVBT1 تربيع يساوي نص MAVA2 تربيع زائد نص MVB2 تربيع زائد صفر زائد صفر. هذول ايش؟ V1 و V2. ليش V1 0؟ V عبارة عن V إلاستيك زائد VG، زنبركات ما عندي، و G قبل التصادم وبعد التصادم ظلهم نفس الليفل. ايضا طلع معاي معادله رقم 2، عندي معادلتين فيهن مجهولين، بيطلع معاي معادله تربيعيه تطلع في بي 2 3 متر في الثانيه تطلع في بي او هاي، وفي بي تطلع 3 متر وفي اي تطلع 2 متر. اذا لما بيصطدموا مع بعض كل واحد كان سرعته 3، الثاني 2، ابو الثلاثة اخذ صار 2، وابو الاثنين صار 3. اذا صار عندي معادلتين فيهن مجهولين، طبقنا الكونزرفيشن اوف انرجي وطبقنا الكونزرفيشن اوف مومنتم. ما طبقنا الكونزرفيشن اوف انرجي الا لما هو حكى لي. نيفر ايفر تعتبر انه اصطدموا جسمين مع بعض انه الطاقه محفوظه، ممنوع تعتبر الا اذا حكى لك. ما حكى لك، ما جاب لك سيره، معناته بتفترض انه الكونزرفيشن از نوت فاليد في الانرجي. دائما وابدا حكى لك ولا ما حكى لك، ات اني تايم فور اول مينز الطاقه المومنتم محفوظ، اما الطاقه مش محفوظه الا اذا قال لك. واضح شباب؟ طيب لغاية هون إن شاء الله بنتوقف، خلينا نأخذ الغياب. وتوقعوا الحرمانات ابتداء من الأسبوع الجاي، اللي عليه غيابات كثير إن شاء الله جايب علامة كاملة حسب التعليمات سيحرم. والأعذار ما تقدمها إلي، الأعذار تقدم لعطوفة العميد أو من ينيبه، مش عندي أنا. لا I'm not authorized، إني أنا غير مخول بالنظر إلى أي عذر، غير مخول حسب التعليمات. المخول بالنظر في أعذاركم عن الغيابات عن العميد أو من ينيبه، مش أنا. لذلك اللي عليه غيابات تعدى السبع غيابات سيحرم حسب القانون. وأرجو أني إن شاء الله ما ألقى ولا واحد وما أحرم ولا إنسان. لغاية هون بدي أتوقف، اللي عنده سؤال يسأل واللي ما عنده سؤال بإمكانه غادر. الله يعطيكم العافية. زي ما حكيت لكم اليوم الشعب الثانية بدي أحللهم الامتحان أو أناقشهم الامتحان، والمناقشة راح أنزل لكم إياها على الإيليرنينج، اللي بدي يسمعها يسمعها من المحاضرات الثانية. ما في إشي جديد، فقط مناقشة الامتحان. والله يعطيك العافية. بغادر الغادر شباب، والله يعطيك العافية.